مشتركنا التالي قرر يستعين بأدوات غريبة للعرض بتاعه. أنا اسمي محمد وحيد من مصر وبالتحديد من محافظة الغربية. أنا في البداية كنت برسم بأساليب عادية اللي هي بالرصاص وبالفحم وبالزيت. بدأت إن أنا أغير التفكير بتاعي إن أنا لازم أعمل حاجة جديدة تعجب الناس وتشدهم. الموضوع قعد مدة كبيرة، تفكير طويل، لحد ما يوم دخلت الأوضة بتاعتي وكانت في حالة فوضى والملابس بتاعتي كانت في كل مكان. وهناك لقيت الفكرة برسم بأساليب جديدة بأفكار مجنونة شوية، هي رسم بالملابس. اللوحة الواحدة ممكن تاخد مني هدوم كتيرة جدا، ممكن توصل ل 80 قطعة 70 قطعة. التحدي بتاعي النهاردة ان انا هرسم رسمة في وقت قياسي صغير، في الغالب انها تترسم في 5-6 ساعات وهتطلع في دقيقتين وبرفكت. قبل ما فوت على المسرح كنت متوتر، في رعب خصوصا من علي، ما بيعجبوش اي حاجه بسهوله. اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. مساء النور. هتعمل ايه النهارده؟ هرسم رسم. يس، خد بالك انا بحب الرسم، ما هو ده اللي مخليني عامل تنشن قوي. احمد حلمي شخص في الاساس اصلا بيرسم من قبل ما يدخل في مجال الفن والتمثيل، وانا كنت شايل همه ان هو اللي هيفهم اللي انا هقدمه. لا لا خالص، ما تخافش، يعني اعتبرني هاوي يعني. لا، ما هو انا اساسا عايز اقول لك ان من ضمن الحاجات اللي حببتني في الرسم هو انت. ربنا يخليك. عايز اكسب الثقه بتاعته فيا من البدايه وفي النهايه برضه. لا انا في عمليه رشوي كبرى هون. صاري اتفضل. ماشي. مر الهوى على القلب غير موضعه، مر النوى بالحب عيشني معه. صباح صباح عيوني. صباح. ايوه الغنية. ما عندي خبر. الله، يا هل ترى الأحباب. فكرة هايلة، من هدوم يعمل بورتريهات لمشاهير. ما فعلا ازاي اعمل صباح يعني من شوية شرابات وفانيلات، وما بيروح مثلا محل يشتري هدوم. الشراب ده عامل زي عين ام كلثوم ما تجيبه. ده جميل قوي، فكرني بشعر عمرو دياب. احلى لحظه كانت على المسرح لما لقيت الجمهور سقف ومن ضمنهم احمد حلمي. ضحكت عليه يا محمد. حصل لي حاله، يعني حصل لي مود كده انا مش فاهمه ايه هو، واعتبر انه ما انت اللي عامل الحاجات دي، يعني في الاول وفي الاخر انت اللي عاملها، مش بعت حد يعملها. بس بغض النظر انا اتبسطت من اللي انا شفته. طب انا نعم ونجوى نعم، لأنه أنا بدي أشوفه مرة تانية شو بده يعمل، بدي أعطي فرصة. ماشي نعم. أيوة كده. سلمولي على مصر، سلمولي سلمولي على الحبايب وبعضهم. أحمد حلمي اداني الأوكي بس بشرط في المرة الجاية هرسم كل حاجة من A to Z.